احنا بنيجي بنسكن بخيم هنا بنطلع من الدور خلاص الدار بشهر 3-4 خلاص بتقفل وبنيجي على المزارع هاي حياتنا منوعين على الدنيا هي. لانه اذا ما ظليت قاعد عند رزقك وشفته طبعا هذا بده عنايه زي طفل صغير اذا ما ظليت عنده كل يوم فت فيه وصرشت فيه ولفيت فيه وهذا عطشان وهذا شارب مويه زياده وهذا بده سماد وهذا ما بده سماد اذا ما لفيت فيه ما بتعرف الاشياء بدك تيجي زي الضيف كل يومين تيجي عليه مره ما بزبط. كل عمري وانا بزرع البطيخ يعني. كل ما كبرت الشتلة كل ما بيزيد مصروفها. هسا نرجع للأسمدة عندنا يعني كل إشي غالي. كنا العام نأخذ شوال السماد هو كان غالي حتى العام يعني بس كنا نأخذ الشوال السماد بعشرين دينار 25 دينار الآن بسبعين دينار الآن صار كل إشي عالي. وغير هيك إنه كانوا اللي يدعموك من الحساب يعطوك إنه تمشي حالك وتجيب سماد وتجيب بطلوا الآن رفعوا ديهم لأنه المزارع بطل يسكر صار عليه فواتير كهرباء باهظة عليه عنده للسلطة كمان باهظة الأيد العاملة كمان صارت يعني كل شيء غالي صار عند المزارع فصار أغلب المزارعين يعني يزرع على الجد وحتى إذا زرع ما بيشتغل صح. عندي هاي مزرعتي 200 دلم يعني بشتغل بدون نفس بعرف إنه هاي الخضرة بدها رش بقول يلا نأجل شوي بلكي يعني نأجل لنا شوي بهالرش لأنه كل أقل رش بتكلفك 300 دينار 1000 دينار يعني زي هيك إذا بدك ترش كويس بتكلفك فوق 1000 دينار يعني انا لما انا تضررت انا السنه يعني اكثر من 7-8000 دينار راح عند ما حدا شعر معانا من دولتنا انهم يقولوا المزارع انه تضرر دعموه وقفوا معاه ما بتحس انه بس المزارع من وين يتلقى الكفوف فبطل يتحمل المزارع عشان هيك صار تراجع الانتاج مش الانتاج الطبيعي. طب انا هيني قاعد انا مش مقصر قاعد بمزرعتي ونايم انا اولادي وكل العيله هنا من اجل ايش رزقنا بس صرنا نتعقد من الزراعه. يعني الجيل اللي طالع من اولادنا يعني انا بالنسبه لي ما راح انصح واحد فيهم يزرع يعني من الاول دور لك شغله من صغرك قبل لا تتعود على شيء اسمه مزارع قبل تتورط وقبل تحط على حالك اي قرش دين ما اعتقد انه في يوم من الايام انها راح تكون شغله مربحه تعب بس